السلام عليكم مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. والقضية القنبلة، قضية اللي هزت الرأي العام المغربي خلال الأسبوع الماضي، قضية اختفاء طفلة قاصرة العمر ديالها 14 سنة. كلنا تبعنا قضية اختفاء ديال الطفلة، شنو سميتها هي؟ فاطمة الزهراء. سميتها فاطمة الزهراء. قضية اختفاء الطفلة فاطمة الزهراء، واللي تقال وراج أن هاد الطفلة هادي خطفوها مهاجرين سريين من الأفارقة ديال اللي كيكونوا عندنا هنا في المغرب. المغرب كله تهز وتخلع بأن هاد الطفلة هادي شنو ممكن يكون المصير ديالها، وحتى شي واحد ما كان كيعرف أصلا هذيك الطفلة أشنو ظروفها وأشنو كيفاش عايشة وفين كابرة والبيئة، واش كتعيش في الزنقة، واش متشردة، واش المهم أننا سمعنا أن بنية من بناتنا خطفوها مهاجرين سريين أفارقة ودخلوها الروضة المنسية، وكل شيء بدا كيتصور سيناريوهات، ربما كيغتصبوا، ربما كيعذبوا، ربما كيعنفوها. قامت الدنيا ولم تقعد. قبل ما غادي ندويو مع البنت خت جوج خوت اللي مشدودين، غادي نبغي نشكر الشكر الجزيل المغاربه بطبيعه الحال اللي تعاطفوا واللي وقفوا واللي داروا ضجه على هذه البنيه، وغنبغي نشكر رجال الامن بمنطقه الفداء وبمدينه الدار البيضاء على المجهودات الجباره اللي قاموا بها، مجهودات كبيره في هذا المجال. عيونهم هي ما عمرها نعسات العيون ديالهم، ولكن هذه المره اكثر لانهم كثروا وكتفوا الجهود، وكان واحد البحث مستمر طيله هذا الاسبوع اللي فات، والحمد لله انهم قدروا انهم يعثروا على فاطمه الزهراء. فراسك انهم لقاوها؟ يلا ما كانش فراسك، تجي قلتها لك. عثروا على فاطمه الزهراء واللي الحمد لله لقاوها، ما فيها لا اثر لا ديال التعذيب لا ديال التعنيف، لقاوها في محطه اولاد زيان يوم امس الخميس. وحسب الخبر اللي توصلنا به ومن مصادر موثوقه، ان فاطمه الزهراء كانت في مدينه مراكش مع احد العاملين بالمحطه الطرقيه اولاد زيان، واللي لحدود الساعه مازال كيقلبوا عليه رجال الامن، واكيد انهم غيكونوا في هذه اللحظات لقاو عليه القبض. اليوم جينا عند اخت جوج ديال المتهمين اللي معتقلين في هذه القضيه، وباش نقولوا يكون في علم ديالكم انها على حسب ما قالت لينا هدى اخت جوج ديال المتهمين اللي تعتقلوا، ان كاينين سته دراري اخرين. شحال واحد مشدود؟ سته. دابا بخوتك سته اللي مشدودين. السلام عليكم هدى. السلام عليكم. كي دايره بنتي؟ لاباس عليك؟ بخير. اليوم غتكلمي معنا بصراحه وغتقول لنا الحقيقه. تتعرفي فاطمه الزهراء؟ لا مانيش. عمرك ما شفتيها؟ بنت الدرب؟ كنساكنه في دبلا سيكون بعيد علينا بواحد الزنقه. ما عمرك شفتيها؟ عمرني في حياتي مشى. حتى النهار سمعتوا اشنو وقع؟ عاودي لنا شنو وقع. شنو وقع؟ النهار سمعنا شنو وقع. دابا خويا قال لك على حسب ما كيقول. خوك الصغير؟ خويا الصغير كاع عنده 17 عام. أيه. شهر 10 شهر يكمل 18. اييه. قال لك من مواليد 2004. 4. اييه. قال لك كان غادي معلم بالدريه غادة تعرف بواحد الحالة، ماشي غادة بحال هكا. و شرحي لينا كيفاش غادة تبعها؟ تحرش بها؟ ماشي تحرش بها، دابا الدرية هو كانت هي كتعمر في الدرب على حسب ما كيقولوا كاع الدراري. على حسب ما كيقولوا الدراري. الدراري. أييه. كلشي دراري، أنا درتو معاهم سيجواب. أييه. دار معاهم الصحافة سيجواب وسمعوا الأقوال. أييه. كانت ديما كتعمر هنا، حنا حيت كنت في دار ما كنعرفش هنا. اييه. الدراري قال لك راه ديما تتعمر هنا، هذيك هي بلايصه، واحد البلايصه هنايا في هذا، هي بلايصه ديما. تتعمر هنايا. هاد البنيه اللي عندها 14 عام وتتعمر، علاش ما عندهاش العائله، ما عندهاش الوالدين، ما عندهاش الان؟ عندها، قال هي على حسب اقوالها هي، قالت لك عندها مشاكل مع راجل امها. اييه. امها ديما تيجروا عليها. كيجروا عليها من الدار. كيجروا عليها من الدار. قالت لك حتى راجل حتى هذه باها ومرتو تيجروا عليها تاهما من الدار. يعني هاد البنيه ضحيه يعني ديال العائلتين. ما كاينش بلاصه كتقول فيها. هاد الشيء نيت اللي قالت لخويا ملي قال لها اشنو كديري هنايا. يعني هاد البنيته كانت كتبات في الزنقه. بحال هكا. تلقى بها حدا الروضه النفسيه. وعلى حسب اقوال الام، اقوال الام اللي كتقول فمها ان الدريه كانت كتغبر 3 ايام 4 ايام عاد كترجع للدار. مسكينه. يعني امها اللي كتقول. لا يعقل، انا عندي الولاد، لا يعقل انني انا ما غاديش شي انفو ولدي انا تيمرض ولا بنتي راه غنطيح ونوض معاه. لا يعقل ان بنتي تغبر. وحسب ايضا الخبر اللي جا وانهم تم العثور على الطفله فاطمه الزهراء بمحطه ولاد زيان، وان هذه ماشي اول مره كتختفي فيها فاطمه الزهراء من عند العائله وكيكون بحث لفائده العائله. يعني هذه البنيته مسكينه عايشه العذاب. وعلى اقوال على حسب اقوال راجل امها اللي كيقول قال لك 11 عام ديك الساعه كانت حدا عندها 11 عام، قال لك شدوها شي بزنازه اربعه، هو على حسب اقواله
قالك شدوها بزناز راك يقول فمه في الفيديوهات، قالك على حسب اقواله ان شدوها اربعه وخصبوها. يعني الدريه من صغرها وهي كتعيش هادشي. والله الا محمد رسول الله. ما هنا كنبغيو نطرحوا تساؤل على المجتمع المدني فينا هما جمعيات ديال حقوق الطفل، حقوق الانسان، حقوق المراه، ان طفله تغتصبت وهي في العمر ديال 11 سنه حسب هادشي اللي قالت لنا هدى اللي كيقول زوج الام في تصريحات على المواقع ديال التواصل الاجتماعي ولا عند الصحافه ان فاطمه الزهراء سبق لها وتغتصبت وهي عندها 11 سنه، وهاد بنيتها هادي كتعيش في واحد العائله اللي هي الام مطلقه من الاب، الاب مزوج، كتمشي عند الاب كيجري عليها، كتجري على مرت الاب، كتجي عند الام كتجري عليها هي والزوج. يعني هاد البنيته هادي راه خصها واحد المعالجه وخصها واحد السويفي عند طبيب نفسي. اذا تلاقى باخوك حدا المقبره المنسيه. شافها حدا المقبره المنسيه، وكان اول نهار غيشوفها. هذيك اول مره قال ليها شنو كديري هنايا؟ قالت ليه انت راه هي عاودت ليه، قالت ليه انت راني هربانه، راني انا مجري عليا راجل امي وكتهضر، قال لك كتهضر بواحد الحقد، قال لك كون شوف ديك الحقد اللي في هادشي كيعاودوا لك خوك. قال لك واحد قبل ما يتشد ملي كان صرح صرح مشروع يعني مني مني طلقوه ملي كان متابع في حال صار. قال لك الدريه قال لك كتهضر بواحد الحرقه، واحد الحرقه كتهضر، قال لك بواحد الحقد، كتقول لك لا هذوك ماشي والدين، هذوك جروا عليا وهذوك جروا عليا. يعني دريه في هذاك السن وكتهضر بهذاك الشيء، فين هما الوالدين في هذا الشيء كامل؟ بقى معاه، بقى كيتسنى طلع، بقى كيتسنى طلع، بالك على سيري، نوضي سيري، سيري في حالك، تمو غادي هي غادا جيت الروضه، هي غادا داخله جيت الروضه، هو بقى غادي معاه واحد شويه كيقول لها زيدي في حالك، بقى كيهضر كيتسنى طلع، حيت هي كانت ديك الساعه غير بالك تعاود، بحال بحال لقات على من تعاود. من تفكر قلبها. كانت عامره ديك الساعه، بحال لقات، بقى غادي معاه واحد شويه كيتعاود ليه كتعاود ليه، شويه ملي قربوا حدا المقبره شويه دخلوا ليها واحد شوي بانوا لهم واحد جوج افارقه على حسب اقوال خويا، جوج افارقه جاو داو الدريه حيدوا ليه الدريه وشدوه هو ضربوه وكريساوه وكانوا غادي داو لي داو لي تليفون، كانوا غادي يضربوه وكانوا ضربوه ولا كانوا غادي يضربوه وكانوا غاديين هما كانوا باغيين يدخلوه حتى هو هرب الدري هرب كسر الدراري الدري صغير هرب واش غادي اش غادي هو عاد راسو غيمشي عند البوليس مشى جرى عند البوليس هو عاد راسو غيمشي عند البوليس غيجي يلقى الدريه غيجي يبلغ رجال الامن بان راه كانت معايا واحد البنت وشدوها الافارقه وخداوها من عندي وراهم مدخلينها وانا تانا راه كانوا غيدخلوها اييه هو مشى كيجري هي عاد بالها عطاها لهم فهمتي عاد بالها راه هو مشى كيجري عند البوليس على حسب راه البوليس تما راه عارفين شكون اللي جاب بلغ راه هو الراس كون كان شي واحد ناوي الغدر ما غيمشيش يبلغ ايوا مشى بلغ البوليس أيه؟ بلغهم قال لهم انتم راه الدريه جاو معايا دابا ملي جاو معاه دخلوا للروضه كانوا معاهم نيت الدراري جا مشاو تاولا تما فين هضرت الروينه مشاو تاولا الدرب كلشي كيقلب كلشي ولا الدرب تا هما دخلوا جا الدرب هو كيقول الدراري شوقع عليه قال لهم الدريه كيقول لهم بحال هكا الدريه مشات نوضوا عاونوني الدريه مشات كيقول لهم الدريه شدوا الافارقه بواحد كيقولها بحال هكا الدرب نوضوا الدراري مشاو مع البوليس مشاو دخلوا راه دخلوا مع البوليس راه الفيديوهات كلهم كاينين اييه راه كانوا ديك الساعه المنابر اييه الدراري دخلوا مشاو دخلوا مع البوليس هما اللي مشدودين تاعهم أيه؟ دخلوا مع البوليس دخلوا مشاو شافوا الدريه لا اثر لها ما كايناش بحال ما كاين حتى واحد الروضه خاويه والو لا افارقه لا البنت لكن الافارقه اييه كاينين الافارقه أيه؟ جبدوهم الدراري اللي جبدوهم داو مصطفى اييه كاينين الافارقه ولكن الدريه لا اثر لها ما كايناش والو بحال غبرات بحال بالعتاب اها ما كايناش الغيره نقلبوهم ما لقاوش لحد انت سمعتوا انها تلقات سمعنا انها تلقات وخويا بقات فيه واحد الحرقه قال لك الدريه قال لك انا بقات فيه ملي قالك حيدوهم ملي حيدوهم ليا قالك تميت انا يا ما عرفتش قالك انا ما عرفتش ديك الساعه قالك الا مشيت درت معاهم غادي نولي غيقتلوني حتى انا ولا غيشدوني ولا شوف شنو غيديروا لي قالك مشيت للشرطه بات لي غير الشرطه وهذاك هو هذاك هذيك هي الحل الوحيد والحل العقلاني اللي كان انه خصو يبلغ الشرطه ودري في عقله في قدوكاك راه تبارك الله ديك الساعه راه كان عنده العقل راه كون دري خر ما غاديش يمشي للشرطه نعم. غيبقى خوك علاش تعتقل الكبير شحال عنده من سنه عنده تقريبا شي 22 علاش تعتقل
كان هو مع دوك الدراري اللي دخلوا للمقبره باش يعاتبوا كيقلبوا على الدري. مشاو مع البوليس كيقلبوا معاه. كانوا مع البوليس من الاول هما مع البوليس. واش البوليس ملي مشاو لقاوهم؟ ملي مشاو لقاوهم. ودابا عاد تنطي لي الفرق ما بين غتقولي لي دخلوا مع البوليس مشاو كيقلبوا معاهم حيت البوليس ماشي كاع حتى لهاد الدرجه واحد دخل كيقلب معاه وغيشدو، وفرق ما بين البوليس ملي دخلوا المقبره لقاوهم. لا ملي دخلوا المقبره لقاوهم هما والافارقه. لا ماشي الافارقه ديك الساعه باقين يلاه دخلوا قلبوا على الدريه. اي لقاو خوك الاخر الكبير وشي دراري معاهم حتى هما معتقلين. هادو كتقولي انت انهم سبقوا البوليس كيقلبوا. لا البوليس كان تما هما يمشوا هما احلى حد يلمهم هما كدراري مشاو باش يعتقوا الدريه. باش يعتقوا الدريه صدقوا. دابا شكون اللي لقى الاخر البوليس لقاهم ولا هما اللي لقاو البوليس؟ شكون مشى الاول؟ شي لقى شي. دابا انت ما عارفاش شكون اللي كان مشى الاول، لان ربما لان رجال الامن في ديك اللحظه راه اي واحد غيلقاوه في داك المكان هذا غادي، لان هذاك مكان لان شنو هي الروضه المنسيه راه تنعرفوا شنو كاين. اش دخل كدير تما؟ بصح يا اما المعاقره الخمر او المخدرات او السرقه والفرار او شادين شي حتى هما تبارك الله راه شويه فهمتي ما هازين والو ما كانوا هازين حتى شي حاجه. داخلين تيقلبوا على البنت. داخلين تيقلبوا على البنت لان كلشي المغاربه تعرفوا مع فاطمه الزهراء وبغاو يعرفوا فين هي الدريه. حنا كاملين حتى انا براسي بقات في الدريه وبغيت نعرف فين هي. فين هي؟ دابا تتفاجئ انا دابا كتقول لنا محطه كيقولوا البوليس راه لقاو في المحطه واش الدريه دايرين على الضجه كامله، وفي الاخر تيقول لك القوا هي مسكينه ماشي لمراكش مشات لمراكش مع شي واحد خدام في المحطه ديال ولاد. غير باش نقول لكم واضحين بنت يهوده، بالنسبه للدراري اللي تعتقلوا راه كاينه واحد الحاجه سميتها قاضي التحقيق، كاينه النيابه العامه، كاين الساده وكلاء الملك، كاين القضاه، هادشي كلشي حنا عندنا الحمد لله قضاء نزيه. راه ما يمكنش تثبت اولا ما يثبتش في حقهم حتى شي حاجه ويبقاو معتقلين. هاد الاعتقال بعض المرات اللي كيكون في الصالح ديالهم يكون البحث يكون التحقيق حتى كنعرفوا لان هذه ماشي سهله. راه بنيته قاصره راه طفل اي ام ولا اي در غادي تحس بها. تلاقيتوا مع الام ديالها؟ لا ما جاتش عندكم ما مشيتوا عندها ما والو. شنو كيقولوا الناس؟ شنو قلتي كيقولوا امها ما بغات تزوجها ولا شنو؟ ما سمعت شنو الهضره اللي بغات. دابا الناس كيقول لك ان الدريه دابا موالفه تدير في حالك ماشي اول مره. فهمتي؟ نعم موالفه انا على حسب اقوال الناس، على حسب اقوال الام ديالها ولا حسب يعني قال لك امال فين بغيتي صار ما بغيتي طاف ما فين بي ما دري في هذيك العمر وهادشي كله كتسمعي ليه راه لا حول ولا قوه بالله. بقات فيك وراه ماشي غير بقات فيا راه كتصور دابا غدا ولا بعد غدا ان شاء الله تكبر لي البنت ولي بحال هكا ولا اختي ولا ما عرفتش شنو شنو هذاك الشيء. راه الوالدين راه خاصهم يربوا الدراري طبيعة الحال. فهمش. انا مسؤوليه ديال الوالدين التربيه ديال الاطفال هي مسؤوليه ديال الوالدين، وحنا تنتمنوا دابا الحمد لله على سلامه فاطمه الزهراء ملي تم العثور عليها، وكنشكر رجال الامن على المجهودات اللي كيقوموا بها وعلى المجهودات اللي قاموا بها والتحريات والبحث والتتبع ديال الهواتف وبزاف الحوايج تقدروا انهم يلقاوها. جات من مدينه مراكش لمحطه ولاد زيان. حنا بغينا شي جمعيه تدخل على خط فاطمه الزهراء، وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى الا كانوا خوت هدى وحتى الشباب اللي ساكنين في هذه المنطقه وتم اعتقالهم الا كانوا ابرياء من هذه التهم اللي منسوبه اليهم انهم يخرجوا في القريب العاجل، حيت حنا الدور ديالنا هما اننا نقلبوا على الحقيقه ولا شيء غير الحقيقه. داكشي اللي كنجدوا الحموشي باش يقلب على الحقيقه كيف ما هي. اكيد فهمتي باش يشوف الا كانوا حنا كون كانوا ظالمين راه ما غاديش نتبعوهم. دابا خوك من بعد ما تتابع في حال الصراحه عاود تعتقل. عاود امتى تعتقل؟ تعتقل غير البارح. قبل ما يلقاوها. من يلقاو الدري الا من يلقاوها. من يلقاوها. لقاوها جاو تعتقلوا. انا البارح هذا قالوا لي قلنا راه جاو داو الدري، ولكن انت دابا هذا قلتي لنا راه جابوا الدري. قالوا لنا جاو. معاش البارح؟ ملي مشينا غتكون ديك السبعه بحال هكا. وملي مشيتوا شنو لقيتوا؟ شنو سولتوا؟ شنو قالوا لكم؟ شنو وصلكم؟ في هذيك اللحظه ما مشيناش. حيت قال لك بلاش خليتي الغدا عيطوا علينا البوليس قال انت الغدا. حتى اليوم في الصباح مشينا ما خلونا ندخلوا ما نشوفوا ما والو. شنو قالوا لكم؟ قال لك ما عطاوناش ما قالوا لكم والو ما عطاوناش. قال لك الدريه متهمه؟ قال لك الدريه كتقول بالله هو اللي عطاها الافارقه. وشكون اللي قال لكم بان بركات خمس ايام مع معاها؟ هي اللي كتقول راه دابا هي تتقول لك راني في الاقوال ديال الشرطه كتقول لهم انا الدري عطاني الافارقه والافارقه بقاو شاديني.
كيفاش بقاو شادينا وهي اصلا دابا كتقول في مراكش. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مشاهدي قناه شوف تي في، غنختم معكم هذا البث المباشر من مدينه الصدر البيضاء، وكنتمناو حنا شنو حنا كنتمناو ان خوتك يكونوا ابرياء، وحتى دوك الشباب حتى هما يكونوا ابرياء ويخرجوا في اقرب فرصه. تنتمناو ان هذه البنيه تصلح ليها الحال ديالها، ونداء هذا الجمعيات المجتمع المدني انهم يدخلوا على الخط ديال فاطمه الزهراء، وماشي غير فاطمه الزهراء، كاينه راه فاطمه الزهراء تما، وخصوصا هنا في هذه الجنبات ديال محطه ولاد زيان، وهذه المقابر اللي كتكون منسيه، وهاد البلايص اللي كتكون فيها باوكار ديال الدعاره وديال الجريمه ومعقره الخمر والمخدرات. الله يحفظ وليداتنا وليدات الجميع يا رب. نقول لكم الى اللقاء في مباشر اخر باذن الله.